مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مكرونة غدا سريع اقتصادي، واتمنى الاكلة تعجبكم وتجربوها. انا اسمي سوسنة، لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. ويلا نبتدي الطريقة. معايا حلة حط فيها مية، بعد ما غلت هحط شوية زيت وملح وحط عليها المكرونة. انا عملت شوية مكرونة على الكدر، كنت انا وسيلينا بس اللي هناكل، فعلى الكدر يعني، فطلع بس للغدا. حتى سيلينا اسم الله عليها عجبتها وكده. المهم بعد مكرونة طابت هحط شوية زيت في حلة والتومة كده زي ما شايفه، اقلبها كده، مش تغير لون ولا حاجة، بس يعني قلبيها شوية. بعد كده انا عصرت شوية طماطم في الخلاط وهحطش عليها، وبعد كده هحط شوية بهارات. حط البهارات اللي انت خليها يعني عشان هي بتطشطش، فحط كزبرة، كمون، فلفل اسود، حتة 7 بهارات عشان تدي طعم، وبابريكا وملح، وظبطيها وخليها على نار هادية لغاية لما يعني الزيت يطفى على السطح. تمام. في حلة تاني هنعمل زيت دكة بتاعت الكشري، حتة زيت وشوية توم حلوين، واقلبه كده كويس مع الزيت ما يغيرش اللون. بعد كده اطشه بالخل، ملعقة كبيرة، وبعد كده شوية صلصة حلوين برضو، وزي ما قلت لك البهارات اللي انت تحبيها. يعني انا حطيت فلفل وكمون وملح زي ما عملت الكشري قبل كده، واخليه برضو تاخد وتدي مع بعض على نار هادية. بعد كده هنا هجيب المكرونة بتاعتي واقلبها اقلبها مع الصلصة بتاعتي زي ما شايفة، وكده المكرونة بتاعتنا جاهزة، والصوص برضو يعني تقريبا جاهز كده، هو جاهز. تمام. فبعد كده هنشوف ونغرف مع بعض. وانا كنت حطيت هنا هحط هريسه شطه في الاخر، بعد ما طفيت النار هحط هريسه شطه، دي على راحتك لو انت حباها سبايسي. انا قلت اعملها زي الكشري وكده، فكان كده ده الغدا بتاعنا. وكان عندي انا عملت مخلل، وادي ده فضلت خيركم كده. كان الغدا بتاعنا سريع جدا وما خدش وقت. اتمنى ان الفيديو يعجبك، ولايك وشير لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.